انك تبقى ايطالي وعايش في مصر، فده طبيعي ان انت تعيش في مصر من سنه 1999 لغايه دلوقتي، فده اكيد هيخليك تعرف تتكلم عربي كويس او مصري كويس. انما تكمل كتاب اسمه مصريانو كله باللهجة العامية المصرية كأن واحد مصري قوي صميم هو اللي كاتبه، ده اللي لازم نقف له وقفة. كارمينيه كارتولانو، كارمينيه كارتولانو اسم ايطالياني كده فظيع، ها؟ زي الأفلام القديمة الإيطالية، دولتشي فيتا بقى، دولتشي فيتا وفليني وكده. فليني مصري. انت 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 الناس تفتكرك مصري خالص يعني؟ بصراحة لا، ما حدش بيفكر لما بيشوفوني بيقولوا أجنبي على طول يعني. بس انت بتتكلم يعني داخل قوي في التفاصيل المصري يا كارمينيه بشكل كبير، يعني قول لي كده انت اصلا قرار انك تعيش في مصر ده خدته ازاي؟ والله ما قررتش، ما خدتش اي قرار. ساعات بتختار حاجات والحياه بتوديك بتاخدك وما تعرفش ليه. يعني انا كل سنه يعني قبل الصيف يعني بقرر بقول يعني انا عايز اسافر خلاص، عايز اسيب مصر. بس كله بقى بعد وانا في ايطاليا بحس ان انا لازم ارجع. وكده انا ما قررتش، بدات اشتغل، بدات حياتي وعندي ارتباطات ارتباطات جامده وخلاص. ده انت بقالك سنين، بقالك كام سنه؟ انا بقالي 16 سنه. 16 سنه 16 او 17 سنه. شويه صح؟ كتير. شويه كتير. لا يعني انت كل سنه تقول هرجع، انا هرجع وخلاص بقى واروح بلدي واستقر. كل مره بقى ببدا مشروع جديد وبفكر في مشروع مش عارف فن او كتابه او ترجمه وبستمر بقى. انت شايف انه مصر يعني هي الارض الخصبه اللي مشاريعك دي تكبر فيها؟ يعني المشاريع دي ما ينفعش تعملها في ايطاليا؟ والله بالنسبه لي بتديني فرصه اعمل حاجات كتير قوي ومختلفه في مصر. في مصر مرتبطه باللغه العربيه اللي درستها في ايطاليا طبعا. انت درست في ايطاليا عربي؟ درست في الجامعه عربي. عربي. ليه اخترت العربي انك تدرسه؟ والله كان قدامي اختيارين، ياباني وعربي. اليابان ده بعيد قوي، انا قلت اجرب العربي الاول، وفي الاخر بقى استمريت نجحت فيه وكملت. طيب انت بتدرس هنا ايطالي ولا بتعمل بدرس ايه تشتغل؟ لا بدرس الشغل الاساسي ده كمدرس في الجامعه وفي مركز تاني، وغير كده بقى المركز الثقافي الايطالي. في المركز الثقافي والجامعه. عايش 16 سنه في مصر، المصريين شبه الطلاينه؟ نقدر نقول مفيش فرق يعني. ما هي دي النقطه الوحيده، لما يعني اول ما وصلت مصر حسيت ان انا في نابولي، عشان انا درست في نابولي. كنت بحس ان الشوارع مصر زي شوارع نابولي. جنوب ايطاليا بالذات يعني. مفيش فرق كبير. الطلاينه نفسهم دايما يقول لك الطلاينه شبه المصريين، احنا نسمع كده. انت كطلياني بقى ومعاشر المصريين، المقوله دي صح ولا غلط؟ ما انا دلوقتي بعد 16 سنه ما اعرفش فين الايطالي وفين المصري. مين الايطالي ومين المصري؟ لا فين بالظبط يعني، عشان الاثنين زي بعض، مفيش فرق يعني. الطلاينه بيتكلموا كتير والمصريين بيتكلموا كتير. حكايه المواعيد يعني برضو مشتركه يعني، مفيش اي مشكله. الطلاينة استشبهنا فيها. ما انا بتاخر فعلا يعني. يا سلام، الحمد لله لقينا شعب شبهنا. والناس طيبه اصلا، الناس ودمنا خفيف في ايطاليا. والمصريين طبعا مفيش كلام يعني. بتضحك حتى لو انت هتموت بعد دقيقتين بتضحك يعني. أن الموضوع ده لسه احنا موجود فينا، اصل احنا ساعات بننساه يعني، فكره ان احنا دمنا خفيف وحتى في المواقف الصعبه وكده. ده موجود لسه ولا؟ انا شايف ان موجود ودي نقطه مهمه قوي في المصري يعني، في المصري. طيب انت انت الحقيقه كاتب حاجه غريبه جدا، انت كاتب كازانوفا ثلاثه في القناه. انت بتسمي نفسك كازانوفا؟ نو خالص، ده كان واحد صاحبي اسمه محمد. كاتب ايه؟ كاتب يقول لك رجعت مصر بعد رمضان، احساس جميل قوي وانا راجع بعد ما قضيت شهر في ايطاليا، درجه المتعه عاليه جدا، اول ما تخرج من الطياره ويلمسك هواء دافي وملوث ومطرب. وده احساس جميل والله بصراحه. اشرحه لي لو سمحت. انت بتيجي من مكان اللي هو انت هتعمل زي احمد حلمي في فيلم عسل اسود، اقول له قاعد يكح. ايوه بيكح طبعا، عشان يعني ده جامد قوي. اول ما تطلع من طياره بتحس ان في حاجه في الهواء وانت مستمتع بيها، ما اعرفش والله. ايوه بتستمتع بيها يعني. يعني حتى لو في تراب زي تعمل رياضه وانت بتنفس يعني، وتحس ان في تراب وتلوث، حاجه حلوه يعني. يعني انت حاجه حلوه، تراب او تلوث، حاجه حلوه. يعني
انت لما رحت، لما بتروح ايطاليا وتقعد شهر او بتقعد اكتر، اكتر اجازه بتاخدها قد ايه يعني؟ شهر، شهر ونص، شهر ونص كده تقريبا. يعني انت مش حاسس بالغربه في مصر؟ انا مش بحس بالغربه اصلا عشان انا اخترت عايش هنا. ولا ما فيش غربه خالص يعني، انا بحس غريب دلوقتي شويه في ايطاليا. بتحس بالغربه في ايطاليا شويه؟ عشان كل حياتي هنا واصحابي وطبعا اهلي هناك، بس حياه يوميه. اكتر حاجه بتعجبك في مصر؟ انا بحب الناس في مصر يعني، بحب يعني بحس ان انت عارف تتكلم اي حد بسهوله. طبعا في مشاكل كتير، بس يعني الناس، وفي ناس وحشه برضو يعني، بس طبعا انا كل حته في العالم، في كل حته في بس اخبار المافيا ايه؟ ما تخلينيش افتح بقى. ايوه يعني طبعا مش هنتكلم في المافيا طبعا، معلش مش يعني هنفتح في الناس الوحشه، عندنا المافيا على طول نطلعها. لا أيوة لا بس انا بصراحه يعني مستمتع قوي بالحياه في مصر يعني، يعني طبعا عايز ارجع بلدي بس دلوقتي اوكي يعني تمام. طيب انت عامل حاجه عن العجله، بتقول ان انت لما بتحب تاخد اجازه قصيره بتاخد معاك العجله دي كانها صاحبتك مثلا يعني. انا بس مش بتركبها، انما بتحجز لها في طبعا تذكره في الاتوبيس طبعا. طبعا يعني جنبك. وتسافر فين؟ بتسافر فين؟ ايه الاماكن اللي بتحب تروحها في مصر وتقضي فيها؟ انا بروح، انا رحت اماكن كتير قوي في، في انا بحب الاماكن هاديه، سيوة او مرسى علم او بحيره، ما اعرفش فلافل او حاجات دي يعني. فلافل اهو ده بقى يعني عيب المصريين وميزه الاجانب. تلاقي المصريين اللي عايشين في مصر يقعدوا فيها طول عمرهم وما مثلا مش ممكن عارف، ما يطلعوش لاول الشارع يعني. في ناس ما شاف، ما راحوش اسكندريه. في اماكن مش عارفين هم فين. انت عارفها؟ انا عارفها، هم مستغربوا عشان انا عارفها. بس هم يعني في ناس راحوا مثلا الاهرامات مره في حياتهم، او ما مش عارفين هو سيوه فين. انما انت رحت كل ده. انا رحت جربت اشوف. يعني انت ممكن تبقى دليل لناس مصريين. ممكن كتير. لو عايزين تسافروا معايا تعالوا. تعالوا نفسحكم واوريكم بلدكم حاجه بجد والله. يعني يعني دي ده عيب قاتل في المصريين. بس في اماكن تحفه يعني، في اماكن طبعا رهيبه يعني. زي ايه؟ ما الصحراء وسيوة والفيوم نفسه يعني. الفيوم رائعة، حلوة قوي، جميلة جميلة جميلة. صحيح احنا لما كنا في الفيوم لقينا أجانب كتير يعني. طبعا مش هتكلم عن أسوان ولوكسور والحاجات الفظيعة يعني. تمام. كله جميل يعني. طيب أنت بتشرح الكلام الغريب المصري للأجانب؟ ساعات يعني يعني بتوصل لهم، انت موصل جيد لفكره اللهجه العاميه، لانه العربي بعيد خالص عن المصري. طبعا صحيح يعني. عندنا احنا اكسبريشنز ملهاش علاقه بالقاموس العربي خالص يعني. ولا مختار الصحاح ولا مليون حد يعرف يخش يترجم الحاجات دي. انت بتعرف توصلها؟ تعبتك في الاول على ما عرفتها؟ بحاول طبعا، تعبت ودرست كتير، بس يعني دلوقتي يعني لسه في حاجات. بس يعني انت عامل فصل اسمه ابجديه الخواجات والمصريين. ايوه مظبوط. ده مزبوط. بتقول فيه ايه؟ لا في شويه كلام اللي المصريين بيقولوا له، مثلا ان شاء الله، لما بقول لاجانب، لما الواحد مصري بيقول لك ان شاء الله، ده بمعنى لا، او بمعنى انسى. مثلا هشوفك بكره ان شاء الله، ان شاء الله بمعنى كلمني ان شاء الله. ما حدش هيكلمك ابدا. مع انه يعني هو ده سوء استخدام للكلمه اكيد يعني، مش في الكلمه نفسها يعني، في الاستخدام الكلمه استخدام طبعا. طبعا 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 طبعا. شفتوا؟ اسمعوا عشان تعرفوا. ها وايه كمان؟ مش عارف بصراحه يعني، بس كل سنه وانت طيب. دي كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب يعني. عايز تصبح علينا في حاجه كده. الواحد يسال نفسه يعني، في عيد النهارده ولا في حاجه ولا ايه؟ بس لا، عيد عادي جدا، يوم عادي جدا. كل سنه بيقول لك كل سنه وانت طيب عشان تدي له حاجه. هو مستني بقى في انتظار، وانا انت ما تعرفش تعمل ايه وانت طيب. يا حبيبتي اديك عرفت ان كل سنه وانت طيب. بقيت بتديهم ولا ما بتديهمش؟ على حسب بقى، لو معايا فك. كويس يعني. الموضوع جميل. كارمينيه، انت ايه السلبيات اللي انت مضايقاك؟ السلبيات اوف مش كتير خالص. لو اوف لا، صعب بالنسبه لي اشوف سلبيات الصراحه. يعني صعب بالنسبه لك تشوف سلبيات؟ طب والله دي حاجه كويسه، لانه ناس كتير شايفين طول الوقت سلبيات سلبيات، مش شايفين اي حاجه كويسه. بس على حسب بقى الواحد بيبص منين يعني. لو انت ايجابي تشوف حاجات ايجابيه، لو سلبيه تشوف حاجات سلبيه. انا بصي لما بنزل الشارع الصبح، انا عندي مشاكل كتير، بس بحاول ابتسم، احاول بقى هتعامل مع المشاكل. غير كده يعني مش هتقعد في مصر يعني. يعني الزحمه مش هتتحرك.
لو هتفكر في الزحمه خلاص مش هنزل. بس الزحمه يعني احلى حاجه ان انت بتقابل اي مشكله بالابتسامه وبالضحك. بحاول يعني بنحاول حتى لو عندي مشاكل كتير بس بنحاول. منورنا يا كارمين. الله يخليك. منورنا في مصر. شكرا 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 جزيلا.